من المستمعات الكريمات كذلك معنا خديجة من تمارة حدقة ولالة مولاتي، نقولوا صباح الخير لالة خديجة. صباح النور وتبارك الله على لالة جيهان، ربي يخليك وصاحبتي وحبيبتي وكل طاقم، كل طاقم راحنا توحشتكم بزاف. تحية الحفيظة وال والحليمة والحليمة والفاطمة والبشرة وسميرة والشيكورتي وعبد الرحيم وهناء كذلك وهناء. نعم نعم نعم، تحية لكم. كيجمعنا هذا الأثير أكيد بالفرحة، وكيجمعنا نعم. أكيد بالنشاط معكم، وأكيد ملي كنسمعوا هاد الأصوات هذه كوني متأكدة راحنا كنخرجوا من هنا ناشطين. أختي خديجة بارك الله وفيك، صحنا صحنا معاكم والله الا كننشطوا معاكم وكندوزوا واحد النهار جميل بزاف، وكنتمنى لو تكونوا معنا النهار كامل. ربي يخليك اختي خديجه، وقولي لي شنو محضره لينا وشنو موجد لنا؟ واحد الكغاتان غير بالخضره، باب الخضره الموسميه، وكنتمنى انها تعجبكم وتعجب المستمعات، وكنوصل لهم تحيتي رحنا توحشتهم بزاف. مرحبا باختي خديجه، شنو نحتاجوا في المقادير؟ شنو الخضره الموسميه اللي كانت عندنا؟ البسباس. البسباس واللي بزاف ما كياكلوش، ما كيزعمش ياكلو هكا في مريقه ولا سميتو، فهاد الكغاتان كيجي زوين بزاف. البسباس شحال ناخذو منه؟ ناخذ واحد جوج الريوس، جوج حبات. هي جوج حبات اللي كننقيوهم وكنقطعوهم رونديلات. هي دواور. دواور. ايه. وعندنا القوق ناخذ ساو شي كيلو، حيت ما كيلو ما فيه والو، شي ربعة الحبات. في ربعة الحبات تقريبا. هي وعندنا خيزو. خيزو شحال؟ خيزو ناخذ واحد ربعة الحبات ديال خيزو ولا ثلاثة. عندنا بطاطا ناخذ واحد جوج حبيبات ديال البطاطا. وعندنا شي زليفة صغيرة ديال الجلبانة. هي حتى هي مزيانة. كناخذوا هاد الخضره كلها كنبخروها. ومحتاجين العصير الحامض. شحال تقريبا عصير حامض؟ عصير حامضه. عصير حامضه. وعندنا زيت البلديه عينك ميزانك وصافي، والفرماج. هادشي اللي محتاجين. واخا ملي تبخر الخضره بالنسبه للقوق راه كيتنقى ياك اختي خديجه؟ كننقيوه عاد كنقطعوه على حسب الرغبه ديالنا، نقدروا على الطول باش يجي بحال شكل البسباس. والبطاطا حتى هي كنقطعوها طريفات صغيره. خيزو نفس العبار ديال البطاطا تقريبا. نفس العبار، انا كنفضل البطاطا هي اللي نديروا ليها الملحه، شويه الملحه وصافي. نقدر يديروا بلا ملحه غيكون احسن. طيب اذا كتبخري انت الخضره بلا ملحه. الفرماج فيه الملحه. البطاطا انا اللي كتجيني شويه ناقصه، اللي اما خيزو كيجيني حلو فما كيحتاجش. البسباس كذلك، القوق جلبانة حلوة نهائيا. وجلبانة حتى هي في الحلاوة ديالها. طيب في الطريقة شنو تقترحي؟ الطريقة كنديرو كنشدو واحد الطاوة ديال الفران اللي غنديرو فيها هاد الكغاتان ديالنا. كنديرو واحد الطبقة ديال الخضرة، كنرشو شوية الفرماج. راني نسيت ما ذكرتش الفرماج. لا ذكرتي، لا ذكرتي، ها هو عندي الفرماج أحمر ياك؟ اللي كان اي نوع اللي عزيز عليه، شي نوع يديرو ماشي مشكل. واخا اذا طاوة في الفرن، قلنا غنديرو طبقة ديال الخضرة ونرشو بالفرماج. هي وهكا، وطبقة ديال الخضرة كنبقى حتى الاخر كتبقى طبقة ديال الفرماج من الفوق. هي وكندخلو هاد الكغاتان غير هكا يدوب داك الفرماج. وهذاك عصير الحامضة والزيت البلدية، وداك الحامض وسميتو كنخلطو الحامض والزيت. كنخويو فوق الخضرة ديالنا قبل ما نديروها. ولا فكنديرو طبقة ديال الخضرة كنديرو شوية من عصير الحامض، شوية الزيت البلدية والفرماج، وعاوتاني طبقة ديال الخضرة، شوية العصير، شوية الزيت البلدية والفرماج، واخر طبقه كتكون ديال الفرماج. وما كاين لا توابل لا والو نهائيا؟ نعم. ما كاينش توابل؟ ما كاينش؟ لا ما كاينش توابل. لا هذا غراتان ريجيم. لا بغيتي ديري الابزار كديري شويه الابزار. شويه الابزار ممكن. نعم شي صوص مثلا كيجي رائع مع ديك الحموضه والفرماج وديك الزيت البلديه، راه كتجي واحد لاطاخت. ولا غير واحد الزعتر حتى هي، الا جات واحد الزعتر. نعم. شويه واحد الحكيكه ديال الزعتر الا كانت تكون حتى هي رائعه. اختي خديجه متفقه معايا ولا لا؟ ممكن
ممكن عند خديجة. ممكن نجربوها بديك الحموضة. أنا المهم عجبني بزاف. طيب طيب، وهذا أنا نسميه غراتا ريجيم، لأنه ما فيه شي حاجة يعني لا دهنيات ولا يعني ولا صوص بيشاميل ولا يعني عصير حامض وزيت بلدية. كيجي غزار، يجربوه جربوا السيدة، راه عطا الله الحاد قالت لي كيجربوا. ويرد علينا الخبر. واخا نعاودوا معك اختي خديجه. نعم. وبسرعه في المقادير ديال الكراتان بالخضر الموسميه غناخذوا. نعم. البسباس جوج حبات تقطع دواور. نعم. القوق تقريبا كيلو جهد ربعه ديال الحبات، خيزو ثلاثه ديال الحبات، وجوج حبات بطاطا، وزلافه صغيره ديال الجلبانه. نبخروا هاد الخضر هذه كيما قلتي انت البطاطا. نعم. ولا بد كتملحيها شويه لان قلتي ناقصه الملح. اذا نبخروا هاد الخضره هذه، غناخذ واحد عصير ديال الحامضه نخلطوه مع الزيت البلديه، ناخذ المول ديالنا ديال الفران، غنديروا تفريشه ديال الخضره ياك، ونرشوا بالفرماج حمر، ونزيدوا تفريشه ديال الخضره ونرشوا بالفرماج حمر. اذا اخر طبقه عندنا هي الفرماج حمر. عاد اختي خديجه غنزيدوا العصير ديال الحامضه والزيت البلديه، كاينه ولا ما كايناش ولا من الاول؟ نعم. لا من الاول، وكنديروا الفرماج هو اخر طبقه. طيب، وندخلوا الفران. كلشي عندنا طايب، جهد اللي يذوب الفرماج ويبان لنا خدا البلاصه ديالو في الكراتان. اذا هذا كراتان بالخضر الموسميه. عندك شي حاجه اخرى تقترحيها علينا خديجه؟ ممكن الدنجال حتى هو نديرو كشليضه كتبقى بارده في الثلاجه. ممكن تدوم واحد الاسبوع. واخا نشدو واحد الكيلو، عندنا كيلو ديال الدنجال، كيلو دنجال، عندنا الفلفله حاره اللي كيبغي الحار يديرو. اللي ما بغاش كاينه حتى الفلفله الطريه، ممكن نديرو الفلفله خضراء وحمراء تيجيو دوك اللوينات. وكاين القزبر طري، القزبر طري. نعم. كاين عصير حامضه. كاين الثومه. وكاين الملح. وكاين واحد جوج معالق ديال الخل. جوج معالق صغار، جوج كبار، جوج معالق وحده حتى لجوج. واخا. كنشد هاد الدنجال كيتبخر. ملي كنبخروه كنجيو للراس ديالو، وبحال غادي نقطعوه، بحال كنديرو ديك علامات زائد ولا في هكا كيتقطع، بحال غتقطعي على اربعه وهو ما كتقطعيش، كتجي في الاخر ديالو كتخليه مشدود. كنخلطو هاد العناصر كلها، الفلفله كنقطعوها مربعات صغار. وكذلك الربيع كيتقطع، الثومه كنحكوها، كنخلطو هاد الشيء كله وكنشرملو به. كنشرملو به الدنجال، وكنديرو في واحد الاناء ديال الدجاج، وكنخويو عليه الزيت البلديه من الفوق. وكنديروه في الثلاجه ديالنا، وكنقدموه كسلطه بارده. كيجي رائع حتى هو. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك على هذا المقترح اللي اقترحتي علينا. يعني دائما حنا معكم، مع كل المستمعات اللي كيبغيو يشاركونا حدقتهم ويبغيو يشاركونا الوصفات ديالهم على الرقم 0537709939. وصلنا أننا نقول لكم بسلامة، غدا إن شاء الله غنتلاقاو في نفس التوقيت على نفس الأثير. شكرا لك جميلة في الهندسة الصوتية، حافظة في الإخراج، حليمة في المحافظة داخل استوديو المكالمات والتنسيق، وجيهان كانت معكم وراء الميكروفون. ما تنسوش غدا إن شاء الله عندنا فقرات أكيد متنوعة، المضامين دائما متجددة. كونوا معنا، رحنا دائما معكم. بسلامة.